زيد الفرنك السويسري زيد 4 ورقات فات حاج محمود هاي تفضل 460 480 يعني كلها هنا 17 رزمه رزمه فيها 10 ايه هذا اليورو سكرناه تمام ان شاء الله 50 عندك واحدة في 20 عندك 10 و20 30 و35 مليون و30 ألف و440 78 ألف 500 600 700 800 وهذه 50 و175 ألف لا ما ليش فندي توين؟ ثلاثة آلاف هذا ما عش هذا ما 80000 90000 هذا ما كله لزمتين ولا مسجلات عندك لزمتين ولا واحدة عشرة واحدة تسعة عشرين ستة وعشرين ورقة ما ستة وعشرين ورقة تمام العشرين العشرين هي تتمثل في الآتي 100 من الذهب بعدد 34 قطعة على هيئة سبيك مختلف الأطوال بأشكال والأحزام والأحجام والأطوال 100 من المادي والإجمالي وقدره مليون و 120,380 يورو كانت مبلغ إجمالي وقدره 108,887 دولار أربعة مبلغ إجمالي وقدره 35,480 فرنك سهل طيب ولا الله يبارك ها هاي حبيبي